تفضل. شكرا. يعطيك العافية. الو أسامة، أنا وصلت، وينك أنت؟ يا حبيبتي ليكني رح وصل، يلا ما بتلاقيني. تمام، ناطرتك هون على الباب. تمام، يلا يا حبيبي. صف لك يا خليها 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 هون. وأخيرا أسامة، حياتي مخطوف لونك كتير. أسامة يعني معصبة لدرجة ومنرفزة لدرجة ما فيني أوصف لك إياها أبداً. لك مستحيل هذا الشيء. لا وقلت لي كمان إنه مجلة وغيره. مين هذا السرسري لحتى وصل بنتي لهي الحالة؟ شايفين. لا وما قدرت أصبر أسامة، جيت لهون ورح حاسبة على كل هذا الكذب. كذبة كذبة. إيه؟ يعني أنا مصممة ليك، وهلا هو رح يشوف أنا ولا هو. امشي قدامي. ماشي، استني شوي. تركني طب أسامة نحكي بالأول. لك روحي شوي. شبكي. طب خلص فوتي لجوا لنشوف شو بدنا نساوي. يا الله منك. حياتي لو سمحتي روقي واسمعيني، ما في داعي انك تعصبي، بتضري حالك بعدين. لك والله هيك ما بيمشي الحال، يعني اذا بتحبي خلينا نحكي بالموضوع بيناتنا ونتناقش فيه، وبلا ما نحط بنتنا الوحيده بموقف صعب. طلعي حواليكي، لك شوفي المطعم معبى زباين. لو سمحتي بنحكي بهداوه. ايه حبيبتي. أمي أنا صدقيني طلبت لك قهوة، عن جد طلبتها، بس ما ضل عنا شو بدنا نعمل؟ أحسن شي منروح منشربها بالبيت، شو رأيكم هونيك أهدى وأروق؟ عم لك شو أهلك هوني؟ عن جد؟ شو يعني ما في عنا قهوة؟ ليش معصبة على ابني؟ شو يعني إذا ما في قهوة؟ لا يعني مشان قيمتك خالته، أنا ما بدي يطلع قدامك بالخجلة. خجلة شو؟ هذا مطعمه، بحب ذكرك. طبعا مطعمه لكان. ماما أنا رح بهدلها وأخصملها كمان، مو قدامكم بس. تعي امشي خلينا نروح. يلا ايدك وليش؟ عم كش الدبانة، مو حلوة توقف على وشها. وانت شو خصك بدبانة وشي؟ ما تكشي اياه. بس بتعض وبتوجع. أمي أنا رح أجيب دواء ورش المحل. وبالمكان الجديد تبعنا كمان صار في عنا مشكلة قهوة. مشكلة القهوة هي كتير بسيطة وأنا متأكد إني رح أتجاوزها. خلص أنت لا تحكي لي هم، هلا منروح منشرب بالبيت. يلا حبيبتي يلا يا عمري، منروح على البيت ومنحكي بكل شيء. إيه؟ لا تعندي. خلص امشي وما بصير إلا اللي بدك إياه. يلا. ما قدرنا ناكل أي شيء، حتى قهوة ما شربتونا. شو هالمطعم هاد ابني؟ خلص أسامة ماني قدراني أصبر. خلص أسامة والله. أنا ما بقبلها أبداً. خلونا نضيف شيء ثاني. شو هاد؟ بعدي عني، ما بتستحي. قالتي والله من محبتي لإلك، يعني والله عم أحسبها بمخي، ما بصير تطلعي بدون ما ضيفك شيء صار. أمي مرت عمي، هاتي إيدك لإلك. طلعوا فيني، قولوا لي قميصي مجعلك شيء؟ لك صح، شلون ما طعميتكن انا؟ كان لازم طعميكن ستاكوزا. تعو خليني طعميكن اياها، كتير طيبة. ليكي نحن فايتين ناكل الامي، وانتي شوفي شو بتعملي. ماشي يلا. عندي منيح اللي اخيرا اقتنع. ليكي يلا احكي لعمك اسامة كل شي خبصتي من اول للاخر. يلا احكي لشوف. يلا نحكي. ايه هون؟ لا خلينا نروح على البيت نحكي. يعني ليش بالبيت؟ نحن كرمال تحكي لنا اجينا. معناتها فوتوا لجوا. خلص منحكي بالحديقة برا. لا شوب كتير بتحترق عمو أسامة. ايه بس لك يا لا بنتي. لا بتشوب لابس كم طويل جوا مكيف. أسامة ما بتفرق وين بدها تحكي، المهم تحكي. يلا امشي لجوا. انا قلت بالحديقة. يلا خليني بقى حكي. أسامة ما بدياكم تتخانقوا قدام العالم. يلا شو كيف؟ بجنن. طيبة كتير. ما على فكرة كلهم طيبين والله. عثمان عم يبدع. مراد على أساس ما كان في قهوة عندكم؟ معقولة ما ضيفنا قهوة بمطعمك يا روحي؟ معقول؟ لا أمي مو هيك القصة. لو سمحتي يعني أنا بحكي لك، أنت فهمتيني غلط. استني خليني أشرح. تمام لا تعذب حالك، فهمت يلي فهمته، ما تشرح لي شي أبداً. شو فهمتي يعني؟ ليلي شو بتكوني فهمتي يعني أمي؟ نيفين لا تزعلي حبيبتي، شو بيطلع بإيده مراد؟ ما بده يزعل ست الحسن، البنت ما بدها اياكي انه تشربي فنجان قهوتك هون. وليش مراد وافق على هذا الشيء؟ شو بك امي؟ مو هيك القصه، انتوا هلا صرتوا عم تكبروها براس بعضكم وعم تبالغوا كرمال الله، فهمتوا غلط، انا عم لاقي صعوبه باني اوضح لكم، اسمعيني. مراد انا شو اللي فهمانته غلط؟ طلبنا منك فنجان قهوه، قلت لنا ما في، وليك هونيك في فنجان قهوه نزل من شوي على الطاوله، بدك كذب عيوني؟ بعرف امي فكرتيني مالي شايف يعني؟ بيناتنا فنجان قهوه؟ معقول؟
لا طبعا، بس لما تفوت بنت غريبة بيناتنا بصير له قيمة هالفنجان. يعني الواحد كان فيه يعمل أي شيء ويجيب شوية بن من عند الجيران ويحط لها فنجان قهوة لأمه قدامها. لكان